نروح لان عندنا اسئله بقى كتيره. سهى عادل بتسال سؤال على فكره مهم جدا، هي عندها 27 سنه، بيطلع لي خصلات في شعري لونها ابيض، فهل ده ليه علاقه بنقص فيتامين؟ على فكره دي حاجه يعني كتيره كتيره صح. جدا. مع العلم ما عنديش حد من اهلي كده، يعني ما فيش وراثه، فالموضوع ملوش علاقه بالوراثه. ملوش علاقه بالوراثه. ممكن يبقى عندها نقص في معدن النحاس. معدن النحاس مهم جدا لان هو اللي مسؤول على عدم الشيب المبكر للشعر او عدم ظهور الشعر الابيض. والنحاس موجود داخل قلب مالتي فيت ومعاه الزنك، لان النحاس برضو بيحتاج زنك معاه. فهي محتاجه ما دام هو الموضوع مش وراثي وما بتصبغش شعرها كتير، يعني مهم قوي نهتم بصبغات الشعر، يبقى امونيا فري، يبقى بارابين فري، والشامبوهات اللي احنا بنستخدمها تبقى خاليه من الحاجات دي، وتستخدم قلب مالتي فيت، هتلاقي تحسن في نمو الشعر الابيض لاحتوائه على الكابر. طب كويس كده.